السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا الاشغال بالمقطع تاع الطريق السريع الجديد اللي راح يربط منطقه جنان سفاري، اللي هنا رانا في منطقه جنان سفاري بمنطقه بير خادم، وكذلك منطقه عين نعجه. اذا هذا الطريق السريع على امتداد حوالي 8 كيلومترات راه قيد الاشغال، ويعني نسبه الاشغال حوالي 70%، لانه المسار كله مفتوح. بقات بعض الاشغال تاع الفينيسيون، والطريق هذا هام جدا لانه يربط زوج مجمعات سكنيه كبيره ضخمه، يعني عين نعجة وبير خادم، اللي تعرف حركة مرور يعني كثيفة، اختناق مروري. إذن هذا الطريق سوف يساعد كثير. نشوف وحول وكذلك جانب من الأشغال. كلها أحياء جديدة، هذه الأحياء كلها توسيعات جديدة. اش راح دير واخا راهم طريق صايي، اش راح دير حم بابا. خلوكم تابعوا ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.